للحديث أكثر مشاهدينا حول ملف العلاقات الخارجية ينضم معنا الآن مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. أهلا بك دكتور غازي في نشرة الخلاصة. يا مرحبا. نعم أهلا بك. يعني تابعت جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة آخر التطورات في العراق، برأيك ما هو الموقف البارز في إحاطات مندوبي الدول الدائمة دائمة العضوية إزاء العراق؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لمشاهدي دجلة الكرام. أعتقد أن إحاطة بلاسخارت إضافة للمداخلات المهمة ركزت حول الموضوع الاقتصادي، حول مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بمعنى الزراعة والصناعة والخدمات اللي شهدت يعني انتكاسات خطيرة خلال 20 عام وتدهور في المجال الصناعي والزراعي كما في مجال الخدمات، واللي ينعكس بصورة كارثية على الحياة الاجتماعية، على الوظائف، على تحديات اللي عاني من عدها الإنسان العراقي يومية ودورية، مسألة الوظائف، مسألة الفقر، مسألة البطالة، مسألة المدن العشوائية وغيرها من التفاصيل. هناك نقطة مهمة يعني أثارتها بلاسخارت إضافة للمندوبين، أن الوظائف لا يمكن للدولة عبر الوظائف الحكومية أن توفر فرص حقيقية للعاطلين عن العمل واللي يمتلكون شهادات وقدرات وأمكانات. يفترض الذهاب إلى تطوير فرص القطاع الخاص بمعنى فرص الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الخارجية بهدف تكوين وبناء مشاريع اقتصادية حيوية تستطيع أن تشكل الوظائف، لأن الاستثمار هو الذي يولد الوظائف والاستثمار هو الذي يولد التنمية. هذه نقطة مهمة، لأن إذا ذهبنا أو استمرينا في يعني إعلان وظائف وفي وزارات وفي الجيش وفي الشرطة وغيرها من هذه المؤسسات، سيتم تضخم الجهاز البيروقراطي، ولن يكون هذا الجهاز البيروقراطي جهاز إنتاجي، بل سيكون عبء على الميزانية التشغيلية، وهذه هي الكارثة الحقيقية اللي تعيشها الميزانية والاقتصاد العراقي منذ 2003-2005 حتى يومنا هذا. إذن يجب الذهاب إلى اقتصاد السوق المفتوح، إلى الانفتاح الاقتصادي، التفاعل مع النظام الاقتصادي الدولي، الاستثمارات، وبالتالي توفير فرص حقيقية جدية للوظائف عبر الاستثمار. نعم دكتور، يعني جلسة مجلس الأمن أكدت أن الفساد في العراق تحول إلى منظومة، وكذلك دعمت جهود حكومة السودان لمحاربة ومكافحة الفساد. إلى أي مدى يمكن أو يعني يعد هذا الدعم هو مهم لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، وكيف يمكن تحويل هذا الدعم الرسمي إلى إجراءات واقعية تساعد الجهات الرقابية على استرداد الأموال؟ نعم، هذا صحيح. اليوم الفساد المالي في العراق تمأسس. الفساد المالي في العراق اليوم أصبح يعني ظاهرة خطيرة يهدد الاقتصاد العراقي بكوارث. يعني اليوم لا توجد تنمية حقيقية في العراق بسبب يعني استنزاف هذه المليارات من قبل شبكات البنوك الوهمية أو المصارف اللي تتعامل بتبييض الأموال أو غسيل الأموال، أيضا العقود الوهمية، الصفقات الوهمية. كما أشار السيد رئيس الوزراء قبل يومين، البنك المركزي كان يبيع أكثر من 300 مليار دولار يوميا. جيد، هذه المليارات تذهب بهدف شراء تجارة عقود إلى آخره، لكن في الواقع تذهب الملايين العفو، ولا تعود أي بضاعة، ولا يدخل العراق أي بضاعة أو أي مشروع أو أي منتج أو غيرها، بمعنى تنهب هذه الملايين نحو الخارج، سوريا، لبنان، إيران، تركيا، روسيا. هذه كارثة سببها هذه الشبكة من المافيات اللي تشكلت واللي تعيش على الجريمة المنظمة بمعنى غسيل الأموال، تهريب المخدرات، تهريب النفط،
وغيرها من التفاصيل اللي أنشأت اقتصاد موازي خطير للاقتصاد العراقي اللي تم تفكيكه وتدميره. نعم دكتور غازي، يعني نائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أكد أن واشنطن تدعم حكومة السودان لتوفير الخدمات وكذلك توفير الطاقة الكهربائية، وهذا ثاني موقف رسمي بعد موقف السفيرة الأمريكية. يعني هل تعتقد أن واشنطن دخلت مجددا على خط ملف الكهرباء بعد الإعلان عن توقيع العراق لاتفاق مع سيمنز؟ نعم أكيد، لأن هناك مشاريع في الواقع للولايات المتحدة الأمريكية وعقود تم التوقيع عليها تتعلق بموضوع الغاز، خصوصا غاز البصرة اللي يتم هدر سنويا أكثر من 2.5 مليار دولار تحرق في الفضاء وتؤدي إلى التلوث. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها شركات عملاق ولديها ممكن أن تلعب دور مهم في حسم مشكلة الكهرباء اللي استمرت لعشرين عام، وأيضا هناك مشاريع أخرى مهمة حيوية، الحديد والصلب، البتروكيماويات، الفوسفات، الكبريت، الصناعات التحويلية وغيرها من التفاصيل، إضافة للزراعة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كما فرنسا دول زراعية مهمة ممكن تلعب دور في إعادة إحياء الاستثمارات والمشاريع الزراعية في العراق. نعم نعم، يعني دكتور، من التطورات الأخيرة البارزة أيضا هو زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العراق الأمير فيصل بن فرحان، والذي أكد أن العراق يلعب دورا مهما في استقرار المنطقة، وأشار أيضا إلى أن العلاقات بين الرياض وبغداد شهدت زخما كبيرا. يعني هل يمكن القول أن علاقات العراق مع محيطه العربي تحولت إلى شراكة استراتيجية؟ وباختصار من فضلك. مهم جدا. نعم، هي في الطريق نحو علاقات شراكة استراتيجية في المجالات الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، التجارية، الخدمات، السياحة، الأمن المتبادل وغيرها. مستقبل العراق هو في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن ومصر وشمال أفريقيا من الدول العربية. أيضا مستقبل العراق في علاقات وثيقة مبنية على احترام حقوق الإنسان واحترام ميثاق الأمم المتحدة مع إيران أو مع تركيا. لكن مع الأسف إيران خلال 20 عام كدولة لها ظروف خاصة في العلاقات مع أمريكا والعالم الصناعي والمجتمع الدولي، وبالتالي العقوبات الاقتصادية على إيران انعكست سلبا على الاقتصاد العراقي وأنشأت اقتصاد موازي لخدمة الاقتصاد الإيراني الذي أضر بالاقتصادات العراقية وبالإنسان العراقي. إذن على العراق أن يذهب إلى الدول التي من الممكن أن توفر فرصة جدية للاستثمار والعمل المشترك والشراكة، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، المملكة العربية السعودية، مصر، الجزائر، المغرب. هذه دول تمتلك اليوم قدرات وقاعدة صناعية مهمة في مجال الطاقة، في مجال الصناعات التحويلية، في مجال التجارة، وأيضا الانفتاح على العالم. يعني العراق شارك في مؤتمر قمة الصين في الرياض، كما شارك في قمة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية في الرياض. إذن دور العراق اليوم بالانفتاح على الدول الصناعية، على النظام الاقتصادي الدولي، يؤدي إلى حل مشكلاته وتحويله إلى بلد للازدهار وليس للبلد للفقر والبؤس والحروب والعنف والميليشيات والجرائم والقتل والمخدرات وغيرها من التفاصيل مع الأسف اللي يعيشها اليوم الشعب العراقي بصورة كارثية. نعم، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.